تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه صوره اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت في يوتيوب الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها. زلاتان ابراهيموفيتش نجم كبير بالتاكيد في الملعب، لكن جزء كبير من شهرته ايضا حركاته وتصريحاته زي ما بنعرف، وتصريحاته بدها وثائقي طوله 10 ساعات، لكن صور ممكن يكفيها فيديو طوله ساعه. بس لانه ما بقدر اعملكم فيديو طوله ساعه فاخترت صوره من صوره عشان نحكي عنها في دقائق سريعة. الصورة اللي ربما الأبرز لزلاتان إبراهيموفيتش فهي طريقة نظره للظاهرة رونالدو، وكأنه منبهر وكأنه مأخوذ فيما يرى. فشو قصتها؟ خلونا نرجع بالضبط لتاريخ 11 مارس عام 2007، مباراة في الدوري الإيطالي جولة 28. انتر بقيادة زلاتان يدخل الدوري متصدر بفارق مريح 13 نقطة عن روما المركز الثاني، أما ميلان في المركز السادس رصيده 43 نقطة. ميلان كان معه الظاهرة رونالدو اللي بيلعب أول ديربي بقميص اي سي ميلان ضد فريقه السابق انتر. ميلان تقدم بالدقيقة 40 عبر مين؟ عبر الظاهرة رونالدو من صناعة جاتوزو، لكن الانتر بقوته في تلك الفترة كان صعب تتخيل يخسر ديربي. حسم الأمور عبر خوليو كروز وزلاتان إبراهيموفيتش. نرجع للقطة الشهيرة وصورتنا اليوم. زلاتان إبراهيموفيتش اللي حكى عن نفسه لما خرج من سان جيرمان، جئت ملكا وغادرت أسطورة، اللي تحدث عن إصابته يوما ما أنه بتعافى كالأسود، واللي لما ترك كرة القدم في أمريكا قال لجماهيرها عودوا لمشاهدة البيسبول. ما يقدر يخفي إعجابه الكبير بالظاهرة رونالدو، رغم الأنا العالية اللي عنده، رغم ربما غروره بنفسه، ما قدر ينظر لرونالدو إلا نظرات احترام. زلاتان عمل هذا الشيء لأنه اعترف مرارا وتكرارا بأنه الظاهرة هو قدوته، هو اللي قال. يقولون هناك لاعبون يغيرون مجريات اللعبة، بالنسبة لي رونالدو هو اللعبة. وقال عنه: عندما رأيته أول مرة قلت أريد أن أكون مثله. رونالدو خسر صحيح في ذلك اللقاء، لكن زلاتان كان بيعرف أنه بواجه الظاهرة بعد سنوات من مسيرته وربما في بداية انحدارها الحقيقي، لكنه بالتأكيد ما خيب ظن زلاتان، لأنه برغم كل السوء قدر يسجل هدف بالديربي، قدر يترك بصمة بأنه ظاهرة مهما تقدم فيه العمر. وبحق لزلاتان الوقوف أمامه بشكل مختلف عما وقفوا أمام أي لاعب آخر، لأنه كما قال بالنسبة له وهو صغير ما كان يعرف من كرة القدم إلا رونالدو في الإنتر. نوصل هون لنهاية هذا الفيديو، أرجوكم تتركوا لايك وأيضا تشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.